بمناسبة هذا اليوم التقني المنظم من طرف سلطة ضبط المحروقات والمخصص لتعميم استعمال البنزين بدون رصاص في الجزائر. يعقد هذا اليوم التقني أياما معدودات قبل الدخول حيز التنفيذ لإزالة الفعلية للبنزين المحتوي على الرصاص، أي البنزين العادي والبنزين الممتاز، على مستوى كل محطات الخدمات، والمقرر تدريجيا بداية من شهر جويلية القادم.